يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعن كجري سرادي جمعادا يا رمي لحرير سنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وحلو وهيئاتها هيئات كذا يسرنا يا شاذو وسبق وينوصر مري معنى الهيئة هيئة معنى وينوصر مري أربع خصال أفر خصلي أفر حالوي مرنوا أسبابها نفله كوانتقالاني مرنوا إليس حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعن كجري سرادي جمعادا يا رمي لحرير سنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وحلو وهيئاتها هيئات كذا يسرنا يا شاذو وسبق وينوصر مري معنى الهيئة هيئة معنى وينوصر مري أربع خصال أفر خصلي أفر حالوي أحد أمي كذا الغسل وميلش لمن يريد عدة دونيس حضورها حضورها تجد عدة دونيس أي ميلته من ذكر كادور يينو تقوى اللبا أونثا مددق حر وحر وعبدنا ما أدونا مقيم كاسو نجي أو مسافرنا مصعطا ووقت غسلها أنا من الفجر الثاني وقت يا ميري قاد نوح كبلا ميا واق اللباد وتقريبه إن هو من ذهابه تجتان قيسا أيا أفضل فضل بضم إفين عجز هدوك رواية عن غسلها ما إلى شر هذه هدوك رواية تيمم مواجب جبيسرية بنية الغسل لها وما إلى شر وما إلى نية هذا أيوه جبيسرية وعشاق رحمه الله تعالى أولي وهيئاتها هيئات كذي يسون ياشي هذه مركا هذا واحد لوجه ذا مسون ياشي جمع هذا لوسون يين يا يوم لوجه ذا هيادة أيها نقصه مريسو لي وسبق معنى الهيئة هيادة معنى هذا وين أصه رم ريو وعين صوت المعنى يسون ياشي صلاة إن أبعاد يهياد لو قيبين أيي قار هدين لغت يسجد ساوي لو كبي أبعاد لي لحظو إيا قار هدين لغت تقوم أسجد ساوي لو كبي نوشاني يطورها لكن هذا لو قمتش هذا سنياشي أنس جودساوي لو كبينين لأنه وحيالانو تلمامي يا صلاة بو يكب حسيهين وحوا يا سنياشي لو دون أي سنة واحد جمعة يقف كمالك جمعة سوق دون أي أيوم بو هلان كهاد ليا أما أولا شديد سعي طيب أربع خصال أفر خصلا أما أفر حالو ويان أحدها متكاد أفرتا الغسل وميلشو ومرقى غفق ميدو لمن أيانا مرقى لوسن يريد دون أيه حضورها أينو مرقى تقاو حاضرو شمع دينو كقيب قلو هرانا وينوصو مرا مرقو ميدي يدي سنها كهد ليه إساقا أيو وليبا إنوغوه الرئيسي أيو يعني واك هوقو عدق ولماذا قاركونا وحبا يكوت المامنين واجب يهي وهي حديثك صحيح إمام البخاري مسلم يورين أيان نبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم ما يلقى جمعة واجب كي هي قفك سوء غانقان وحكرا حديثك إساقنا ووت المام يا إمام البخاري يورين أيان يا إمام مسلم با إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل مركب مدكين دولة جمعهين وتقو هم يدو مركا أمر كاسي واجب ما هب إليه واجب كان وحديث قتل ما مينا معنى آد بو أذكي هايون با لوغتش هدايو
حديث جرى أيها صرفين أيها بيليهين إن وأما مركا كوعين أيها وجوبك أو حديث جاء كره ومركا سوورين أيها أبو داود يا ترمذي يا نسائي نسول الكبرى أيها كوورين أيها هرنا وينو صوت المعنى يوح الله يا نبي من توضى يوم الجمعة قفقا ماريت الجمعة ويسيسا ايسو ماي ويسقرا ان كو غابصدا فبها ونعم الرخصه ايو قاتي وانا ولايسن ياريندا وقاتي ويسداهي ومن اغتسل فالغسل افضل قفقي ميدانا ميدشدا ايا افضل بدن هدا و شيخ لمن يريد حضورها وعدي مركا دونيسا اني مركا حاضرت لكن كي ان اسو جمعدي تغينن اسغا لوما سنيو مركا علماء قرن وحي الله يهين والله سنية حتى كي أنتقينين وميدي قام جمعة هالي ميسي صلاة دانية تقيتان كذا لمسا يوم كعياري يا خلاف قلنا مرقا كو سليسي هاي حتى بك هاتك يا ومن ذكر كي لبا أو انثى مك قفل دي ها هاد حر مدحر ها هاد عبد نادون ها هاد مقيم مدنقي هاد أو مسافر قام سعطا دي قفل سوء تقى يو جمعة مرقا جمعنا تقيا وعمرك الله سنيا ما إلى شضع ووقت غسل يا دم إلى شهد وقت يا ذنوح كبل أميا من الفجر الثاني فجر كاللبادي واقع أي مركا كبل أميا واقع فجر الصادق مركا ودي الله أي مركا كبل أميا لأنه دي وحلوتي غسل الجمعة جمعي ما لوتيري مركا دي هلغا صاري مركا مالين دي أي كبل أميا وتقريبه إن لا دوايو من ذهابي تجتان جيس ودوايو أي أفضل فضل بدن لأنه ما إلى شدة وح كلاك وشرته يعني إسنظيف هذه قرر الله عن بعد ملك صار مرق عدد قاي سقوي من أيان أما عباده لو قدر يا مسيك لا تقصير وقف إسنظيفيو أو وحي الروايح يا وراه يا شير إنه إسكسي ترى أي وراكسن مرق وح إليه إنه مرق وبحيو ودوية ايا في عن لانو مرقى سوحا قوسي دوية ايا با دين بغسوط كيه وچه دادي لغالها وقف قو مرقى ديدت كيه ايا اوريه ايا وعيس كتري ايا مرقى جمعي ايا ومدي تيه ومساج كيه تيه حدو سمز ارور تهوري وميدو دي وحا مدو ورورهيغو وحا لغايا با دينو ديدو ايسو ودا ديدو ايا مرقى دي لغايا مرقى ورو انو لاي هاي انو مساج كيه تيه ايا لاركا فإن عجز أدبها دو كريواي عن غسلها ما إلى شاهد أيو كريواي أو بمعنى وحو كريواي دي بيبواواي أما بيه أيانو استعمالين تيمما واقب قويسيا بنية الغسل لها نية أما إلى شاهد يعني أما إلان لها نية ذا أيو مركا كو قب قويسان إياه لأن وحي إليهن دي waxa qofka laga doonayaa meelasho meelashadana marka hadduu kari waayo deeg gabagabaysiga ayun ba marka bedel ka noqonayo oo sunniga marka xasilinaya wa thaniika labaadna waa tanziiful jasadi jirki marka waa inuu nadiifiya muxuu ku nadiifinaya bi izalati ar-riih al-karih urti marka la naciyo ayu minhu marka jirkiisa ka suulinaya ka sunani waa ba urta kilingilada ka timaada oo fayataata wuxu marka la imanayaa oo marka uu isticmaalaya ma yuzilu wixii suulinayay oo min martakin wa nahwihi martagiya wixii lamida waxa kale oo laga sheeg wa saariika labaad ee khisaalki ama hayaadki marka ilaahayd salaada jumcadu wa tanziiful jasadi jirkiisi inuu qofku nadiifiyo oo wixii danas iyo wasaqa marka uu ka dheergayo wali wala deeqof gasto meel haddii ku kulmaan tagayna marka waa u sunnay laakiin jumcaha ayay markaasii adag tahay marka muxuu hadaba jiray ku nadiifinaya biizalata ar-riih wa in urti tira usuliy al-karih e kariha ay marka la naciyo minhu min al-jasadi jirka waa inuu ka tira oo waa maxay waa ka sunani waa ba urta kelinkilada oo kale ka soo baxda iyo dhididka iyo waxa la yaalay waxay u roo kala dhan fayataata qofgu deewu markaa isasiina ama u la imanaya
ما يزيل وحي وحا كتيري او من مرتكن مركا مرتك ام ميرتك وحا ويان مركا دغح ان سدان مركا دي قلنك او كره اها او مركا ميد ذهبي هي ميد فضي هي بوال هايو ووح مركا لو استعمالي جري ان ورتا لو غوي خليدا هوري لكن دي هدا يمكا برفونا ايا جرا اما وحيار الله اسمريا ايا جرا او مركا قوفا ديدك ميرها كا يمانيا انو مركا وح اورا سمينينين iyo wanaawi marka wixii lamid ay umar ku goyn karo wa saalidu ka saxadna lubsu thiyab albiid mariyaha cadcad marka xilashooda weeye ayaa loo sunaya fa inaha ayadu afdaru thiyabi mariyaha marka ayada ayaa ugu fadli badan wa rabi'una akhdhu adh-dhufr wa a'idida marka asinu iska qabto iska jaro in taala hadu dheerado wa sha'aru timihina kadalik saaso kala weeye oo fayandi fuwaa tifaya marka oo waa jarjar iyo ibdo kilinkiladiisa way qusu shaariba oo shaaribdiisa uu qusayn way xaliqo aanatahu xubnaha taranka korkooda timaha ka baxana ayagana wuu xiri iyo wa taayubu ayaa marka la sunayaa bi ahsani ma wujida ama bi ahsani ma shay ka ugu wanaagsan badan wajada wa helo minhu min atibi kamida inuu marka isku udgiya ayaa la sunayaa وثالثك صدحات اخساشي حالذي مركز سنها هياتك ولبس الثياب البيض مريها عد عد حل الشدودة ايا مركز الله سنية لانو حديث ايا مركز اوحو كت المامي ابو داودية ترمذية النسائية ايوارين ايا نبي صلى الله عليه وسلم على البسوا من ثيابكم البياض مريين اوحك احدى تانكو عد عد فإن خير ثيابكم مريئنا وكوه خير بدن وكفنوا فيها موتاكم كويدان لتينا ككنفا مركا فإنها أيضو أفضل ثياب مريها أيضا يغفل بدن أقو قيمة بدن والرابع كأفرادنا وأخذ الظفر عدد إسكا تشريد هذه إسكا قويند هذه إنطالة هديه مركا ديرادو وإنو إسكا تشرا أيضنا واصلنا وشعارو تندينا وإنه مركا يسكتر كذلك ساسو كره هدي مركا يقول با إن طال هدي يقول دير هذا هدواتي ميه إلا كير يبو إنو الشيخ يو فيندف إبطه كيني كلا دا وا إسكتف أي آيو وإسك قوين أي معنى إبطه شعر إبطه أي لغو دا كيني كلا دي ستمية دانا قو إسكتر يو ساسو مركا إسكتر قوين يو سنو وإنه مركا إسكتر چرو حيرد مركا سنو ماها هدي لكينا يكواد كاتوا إذا كوباتان marka uu iska xiro ayada dib malaha way qussa inu marka uu ama way qussu wa qusaynaya wa gaabinaya shaaribahu shaaribdiisa iyo dabinta sare raga timaha marka ka baxa ayaga uu iska qusaynaya oo dabinta ayuu marka muujinaya way xaliqu wa xiraya aanatahu aanadii shaar aanatii wuu xiraya timaha marka halka xubinka taranka korkiisa ka baxa kuwana ayadana waa iska goynaya arrimahan markaas waxay uunu dariishanayaan xadiid bazaar iyo tooran iyo mu'jab al-awsat ka isaguna ku warinayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaana yuqallimu adbaruhu wa yaqussu sharibahu yawm al-jumu'ah yaani nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu cidii iska guri jiray oo sharubta markaa uu iska goyn jiray ee maalinta jumcada qabla an yakhruja ila salaah indaru salaada u bixin ايو ساس من جلسي حديثك اي بزاري طوراني ورين يانو تلمامي وطاطيبو انو اسكود قيو ايال لسنة يا قفق وطيبو استعمالو بأحسن ما وجد وحل اليك وقوانا قبدا امنو من الطيب كمدا اما بأحسن ما وجد وحل هلو كمركا سقوانا قبدا وي حديث صحيح وامام البخاري ورين ايو وارمان مركا بذيو ذا تلمامي ayaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri ninka maydha maalinta jumcada ee tahara qaata marka intii uu kare ee marka tahara ah ee dhaashada ee tiibka marka gurigiisana marsada ee dabeetana baxay ee masjidka tageen laba qof oo marka wada socday ama marka isburbur fadhiyana aan kala saarneen kala geynin kadibna tukada wixii marka Ilaahay uu qadaray aan Muuse marka uu khadiibku khutbada bilaabo waxa loo dhaafayaa يعني دمبيجيسي جمعه هي جمعيه كورهي وخي دمبي ولهاي ولي بسغايرتها ايا لو دافيا
ويصحب وعلى سنية الإنصات أمس لجيس على سنية وهو إنصات كنا السكوت وأمس بعد الصغاء أدك هار عننا إلى جرتو في وقت الخطبة خطبة وقت هذا ويستثنى من الإنصات وعلى قصة ريبية أمور مذكورة في المطولات أرمى مركا لغو الشيء كتبت لنا ديري من أبو حكم دي إنذار وعماء مدن لو ديدي أن يقع من أن يقع إن قدع في بير عيل لو قدق يوم من دب إليه كو مركا كسو قرقورتو أقرب هنجر لما مثلا هنجر الله كلا أما ما صوك لك يوم را كسو صعودنا إساقنا هو لو قدق هو لغو سوري بياتا وعشاق الله رحمه الله تعالى ويصحب وحل سنية الإنصات إنصات أي الله سنية وهو إنصات كنا السكوت مع الإصغاء وآمس لقيسي إنو مركا آمسنا حتى نودك رارعيو آنو بحين آنو ميل خلق قبنين إنو خطبة دا يوحو إمامكو آخرين أيو إنو دقيستو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرآن كمركا لآخرين لقيسي أودك رارعيو بالين فسرين دائما بدن با وحي تلماما يان إن خطبة دا عيكا اللي سعيدو كسو دكتي قرآن نوحا لغو مقعابا يا دا وحا وي قرآن يهي كوبسطي لغو آخريا انت بدن مركا إلا أمسا واسنة لكن قف قوا حد لكرا أو إن وحد لمركا حاران ما هي كرهون بين قرآن إسا إنو أمسا واسنة وأي وحا سوغان دا النبي صلى الله عليه وسلم سوى خطبة دا آخرين ايا إن لا حد لي إنه يستقو عد لا حد لي باستغن ودينك الرباديها إيسا خطبيني واكيلها يا رسول الله هلكة الأموال وجاعة العيال مرد خطبتها أبارتك الشاكيني لابد جمعا بدنا ماريتي دمانين روبك مركا ودبيك الشاكيني كاشتكوني ماريتي ورين أبارتك واشتكوني واكي سيقل بدي سغننك سحابي جاهي لها متى ساعة ساعد قيام وقورما مركزون ما عدت الله محاذو ديار ستيب النبي قوي مركزون حب الله ورسوله ألا يا رسول كيسا شعيل كودا حب الله ورسوله ألا يا رسول كيسا شعيل كودا أيانو ديار سي مركزون النبي قولي إنك معا ما أحببت أذو عدة شعلات أياد لشير كودا مانت قيامها هذا هاني سيو النبي قال لشير كيسا عدن قون نيقا كلا عديد قاينو سينا أركي دوني يعني نين صحابي أو إسكافر يسوي سوا خطبة آخرية يا فلان ما تكتي ولي رجع ذي لا بدي رجعوا تعيد مسجدك ما يقوم فصلي رجعتين ومركها كويلي إن هذا قرب واحد إن كتابه كان زاد المصنقع مركها شنقيدنا مركها وشرح يبا عبارة وأنا أكسن يستقول لي جاي النصوص مركها وافق صن مركها وحول ما نحض لي إلا لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام يعني عدك لوين أنا عد إمام كل أحد لا أما إمام كل أحد يسمو يعني لأنه نصوص واحد تلما تعيد إمام كل أحد لا يعيد إمام كل أحد لا وجوابتي لكن ضد كلاش كيس أما واحد كلا واحد لا بيت لا بركة عدة هذا اللي كرتا والإمام يكلم الإمام أو يكلمه الإمام أما إمام كل أحد لا يوم ويصعب الإنسان وهو سكوت مع الإسقاف في وقت الخطبة هداوعر ويستثنى من الإنصات أمور أرمى أيها القصوى ربية مذكورة لغوشة في المطولات كتبها لداديري دي غفادوك السلام يعني وادك علنا يسابالي غف يعني هدوه النساء الحمد لله ياس يعني يرحمك الله إذي واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم هديه مركة خديبك حصه وادك السلام إيسا لكن علماء ذوح إليهن حص أيو أرمى رسول السلام دو حصبه عيرين دي كان حصبه قد عين والنبي صلى الله عليه وسلم حصبه قد سليه سمركة التشويش أنا يمكن من أوعك من أرماء إنذار وأعمى إنذار وأعمى من إن لا وديدي أن يقع من أن يقع لوجدين وقرع في بير عيل قف إن لا أمرك ده هذان أم عيل أما طبق سير عيا ذلك ده مرك هو دوجد يورك شوك بعضلا ومن دب إليه عقرب مثلا كمرك أو خصو صعدا هنجر لا يمس يوحي لم يتصالحا إسأنا ده واد له ده واد ديجيسا أمرك أمس كوالك السوري بيا ومن دخل المسجد مسجد كالصغرى والحال الإمام يخطب إمام قراء وخطبة أخرين أيوه صلى ركعتين اللي بركع دودة خفيفتين أيوه تكن أيوه ثم يجلس إن تأكدي وفرسان أيوه وتعبير المصنف عبر دو مصنفك بدخلك عبري يفهم وحف أنسين أيوه
أن الحاضر كي إسكو جوغي ينسو قريني لا ينشو إنا نعرينين صلاة ركعتين صلاة لبرك عضوضة سواء صلاة سنة الجمعة تكيا أم لا متكننا ولا يظهر ولا يظهر من هذا المفهوم مفهوم كان كما موغن أن فعلهما حرام إن يوم مكروه لكن النووي في شرح المهذب صرح وحك عديه بالحرمة ونقل الإجماع عليه هانا وحو كسو النقلية عن الماوردي ماوردي أيما لها كسو النقلية وحو شيخ الله رحمه الله تعالى ومن دخل المسجد قفق مساجد صغرة والحال الإمام يخطب يسوى إمام خطبة آخرين ليا وخطبة مركة وتاقا صلى ركعتين خفيفتين لبرك عدود وفرفضد وتحية المسجد أبو تكنيا ثم يجلس وفريصنيا خفيفتين وحلو جدا دائنتي لغا مارمان كايد واجبات كايد ممركة كوكاب صنيا وحبصوا نيال يمرك قروين داريو سي سبعين ماي ثم يجلس دواتنا وفريصنيا وانا سيدا مركة دي حديثة دورك أي تلمامي سيئ سي حديث قال مركا امام البخاري مركا سو مسلم ورين ايو نين سليك الغطفان الى ابا مالك جمعا سو قال مساجد ايدو النبي صلى الله عليه وسلم خطبين ايو وا اسك فريسه دبد بركاس النبي وريا سليك قم فركع ركعتين وتجوز بهما ورسال سليك هو لب ركعتو كو ولي با غابي ايولي حديث قال امام مسلم اسغنا ورين ايو وا اسغنا تلمامي إنه إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما مركه ومتكين يما دوما أريد الجمعة سوى إمامك خطبة أخرين إياه لبرك عدودها تكوذ حنك قابيو حد بوحو الشيخ وتعبير المصنف ابن قاسم مالي وتعبير المصنف مصنف كعبري ديس بداخل أويلي إرقى مركة دخول قو كعبري والإمام ومن دخل قفق صغرة دخل هذا وكان عبير لقفك صغرة يفهم تعبير كيسا سيوح فهنسين أيام أن الحاضر كيسا وشوغي أن سوغريني لا ينشئ معرين أيو صلاة ركعتين صلاة لبركة عدودة معرين أيو مرحضو إسا وصيف دي ومساعدك وكسي تشري ومرك خديم خطبة بلاب أيو وشوغي كان لبركة عدود كوري واكي صغرة يوني كسيف دي إسا لبركة عدود iyo wax ka badan toona ma urinayo sawaan waxa isku mid ah salaa sunnatul jumu'ati tukiya khutbada kor sunnii jumu'ada tukiya amla ma tukannina imiga ma bilaabayo ma tukanayo jumu'aduna de sunna qabliya inay leedahay waati inu tilmaamayno culimada qaar kood ba qaba oo marka dhuhurki uu uga qiyaasanaya jumu'ada ama yaani bayna kulli adaanin salaatun لبا اذان يا قيمتك الصلاه ما ودخايسا حديث عمومكيسا اي دليشنين ولا يظهر كما سم وقري من هذا المفهوم مفهوم كان سذا كفى من تعبير كمصنف كما موقنيو ان فعلهما لبدا رقعة سمينتود حرام انه يحي او مكروه انه يحي ان انو عرينين وان كفهني لكن ما كسي فهمي انه لبدا رقعة عرينتود انه حرام تاي أما أي مكروه تاي أو مكروه أن فعله ما حرام أو مكروه لكن النووي إمام النووي ونسيه معتمد كأي في شرح المهذب صرح بالحرمة وعدين حرام تاي مرها دي إمام كي خطبة دي وتاقين يحي قف اسكف دي ينتو كعين لبرك عضوذي تكذو حرام أيو خط المام ونقل الإجماع عليها حرمة إن لقو إجماع سيء علماء سكوا فقسين عن الماوردي ماوردي أيو مركاك السوقوري باب صلاة العيدين لبد عيدود صلاة هذه أيوب بابيه مركو فرايد مركا شاخو ودمييي يا أيوب مركا مالينك سي أهبينك سواجبك أها أيوب مركا إنوكو ذكر السنة ياشي وحو إنوكو الرئيسي عيدي ويعيد واتوغو ادغو سينو اركي بادونو دي علماد غير خود بابا كوتغي مذاهب تي غير قوسي ابو حنيفيه رغ بدنو واوين اني ايده لبديدو واجب تحي اما فرض العين تاي اي كوتغيا وانا اي كدعيد بودان تحي
waayadu de wax sanad walba marka laba jeer la sameeyinayo weeye ee madawadi axmedabaad gacad madawadkii iyo roob doontii ayaa markaas inoogu xigeysa waana wasalama ilayhi fasalli li rabbika wanhar ilahi uu nabigiisa ku leeyay tugo salaada ciidul adxada een oo dhiyadana qal oo markaas iyadana gowrac waxa kale oo markaas iyadana ku soo yeeyay rasuulka xadiidka bukhari iyo muslim wariinayaan kana rasuulullah yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla maarinta yawm al-fitr iyo adha musalla ayu bixi jiray wixii hore ayuu ku bilaabana salaada ayay markaa ahaan jirtay nusuustaas markaa tilmaamaysa markaa wuxuu ruu sheekhu raxiimahullahu ta'ala wa salaatul eidayn ay al-fitr wal adha عيد الفطر يا عيد الاضحى سنه مؤكده وسنه لا ادكاي وتشرع جماعه جماعين لو توغدا ايا لا جدي ولمنفرد كي كليدا انا وا لو جدي ومسافر كي سوتدا وا لو جدي وحر كي حرتا وعبد نادونغي وخنذا لبيبغي ومراه لا جميله ايران دي قلوه بدنيد ما ولا ذاتي هيا تي مركا hanaanka iyo qaabka marka fiican lahaydna maya amal ajuz islandi ayada weynid fatahduru al-eid bay haadiri fi thiyabi baytaha gurigeeda maryihiisa ayay ku haadiri bila tiibin ayadoon marka tiib iyo udug aan samaynin oo aan marsanin waqtu salati al-eidina ma bayna tuluu ash-shamsi wa inda aadadu subaxaysa wa zawaliha iyo zawaalka cadaadu soo bixitaankeed iyo cadaadu intay ka suulayso ay ka weecanayso waa inta u dhaxaysa waxa uu sheekhu Ilaahay raxiimahu wa ta'ala wa salaatu al-eidayn labada ciido salaadoodu ay al-fitr wal adha ciida ciidul fitr iyo ciidul adhada wana labada ciidood ee dadka muslimiinta ah ay leeyihiin waya nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu tagay madiina oo laba maalmood ay markii reer Madiina ciyaaraan ay leeyihiin markii la weydiiyeen waxa ay waa laba maalmood oo jahiliyadii ciyaari jirnay waxa Ilaahay idin ku bedelay laba ka khayr badan oo markaa labada ciidooda oo macna weyn ku fadhiya oo mid waliba markaa rugni weyn midna markaa soo mikriya falalka la soo qabtay idinka soo cibaadaysteen waa maalin ay farxayaan oo reynreynaya iyo ciida marka ciid oo radxa waayaduna de rugniga weyn xajka amaashisi badiyo marka la qabto iyadana la tukanayo ee waxaan marka macnaba ku fadhiyo si maalmahan marka la wada sameeyay oo kale iyagu maaha marka wa salaatul ciidayna il fitr wal adha sunnatun muakkadatun wa sunnal adkeeyay en madahibtu muslimiintu xuunka ay leedahay salaada ciidu way isku khilaafeen sida qaar waxay qabaan inay waajib cala al-ayaan tahay sida waxa qaba Abu Hanifa Imaam Ahmed laga warinayo aqwaasha Imaam Shafi'i mid kamida Ibn Taymiyya culimo badan oo mu'aasiriina ayaa sidaa dooratay wa amarka fasalli li rabbika wanhar amarkaasay daliishadeen waxa kale jeey nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu laazimay oo aanu ka tagin iyo inuu markaa u bixideeda xataa hablihii markaa muxajabaadka ahaa iyo kuwii caadada lahaa markaa yidhi ha la soo saaro say markaa u adagtay markaa iyagu waa farducayn ayay ku tilmaameen culimada qaar baa waajibun cala al-kifaaya weeyaan bay yidhaahdeen waa waajib oo waa shaciira min shacaair al-islaam laakiin dee hadday markaa dadka cid kamid tugatay inta kale waa ka dhacaysa xanaabilada iyo bacdu shaaficiya ayaa sidaa qaba waa sunna muakkada waajib maaha imaamu maaliki iyo imaamu shaafici ayaa iyaguna saaqaba marka sunnatun muakkadatun waa sunna la adkeeyey oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa daaimay waxaana markii ay waajib u ahaa ninkii saxaabiga ahaa ee faralka salaada weydiiyey shanta salaad buu sheegay hal calaya qeyru wax kale ma laygu leeyahay buu la ilaa anta tadawwac in aad u tadawuciyo sunna saaysanay sibe shanta subax wax faral lagu leeyey buu wa tushra'u wana la jideeya jamaa'a jamaa aya markaa lagu jideeyaa in lagu tukado way waasay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tukan jiray ku tukan jiray ee musalla iyo banaanka intuu la baxo een umar hadda ku tukan jiray qofka isagu xajiga ahi kali ayuu markaa iska tukanaya way acmaashii xajka
ayuu ku mashquulsan inaad xaramka uu markaa ku soo beegantay mooyaan oo laga tukareeyo mooyaan deemaba arkay soo dadku ciid ba maalinta dadka xajka ku jira maba oga waya waa maalinta ay ugu hawl badan yihiin ay mina ka imanayaan ay burda soo tuuranayaan ay dar xaramka u dhaadacayaan ay amaasha faraha badan ay qabanayaan maba oga walimun waridin ki kalida ahana ayadana waa loo jideey oo jamaacad sidii jumcad oo kale shardi uma aha ee qofku kaliya ahana wuu ku tuwan karaa wa musaafirin ki musaafirka aha ayadana waa loo jideey wuxurinkii xorka wa cabdina adoonkii wa qudha labaabkii wa imra'atin dhammaan markaa waa loo jideeyo macnaha sidii jumcad oo kale maaha laa jamiilatin inandii markaa iyadu quruxda badnayd walaa daati hay'a tihayada iyo habka iyo marka hanaanka marka fiican lahaydna ayada looma jideeyo bay leeyihiino bimaana dee in marka ayadina marka ku fidnowda ayada lagu fidnoobo ayaa marka laga cabsanaya hadaba halkan waxaad moodaysa in hadalku u dhacayo salaada ciidaba looma sunneeyo sidaana ma aha waa loo sunneeyaa way tuun jireen laakiin waxa ay leeyihiin ma soo xaadirayaan un musallaha iyo meesha la isugu imanayo tii jamiilada iyo tiidaa tu hay'ada ahayd ma imanayaan laakiin sidoo loogu sunneeyaayo ay guryahooda marka ay ku tukan karaan dariskeena qaybta soo halka ay noogu joogo wallahu aclam falaw qad duqta min halwaahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta walam yushghilka anhu hawan muta'un ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.